في تعز قتل العشرات من المرتزقة والغزاة، بينهم أربعة من مرتزقة بلاكوتر توزعت جنسياتهم بين أمريكا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى رواندا وإيطاليا، خلال تصدي الجيش واللجام محاولة زحف فاشلة من خلف التبة الخضراء باتجاه حي الحصب ومنطقة حابيل سلمان ووادي الدحي والشبكة بمحافظة تعز، واستشهد شخصان وجرح آخران بغارات لطيران العدوان السعودي على مديرية موزع. وأفاد مصدر محلي أن العدوان شن أربع غارات على موزع، كما استهدف العدوان بسلسلة غارات ميناء المخا وبغارتين مديرية الوازعية، كما استهدف بطائرات بدون طيار منطقة العمري في مديرية ذباب.